جديد لكم من الشيخ علي باريس، مرحبا بك وسهلا. الشعب التوارق، شعب التوارق ما عندها علاقة مع الجزائر أبدا، عندها علاقة لا مع المغرب، ويبغي المغرب من اللي تتدخل حتى تنقذ هذه الشعب التي دمرتها المخابرات الجزائرية، هي التي صنعت الأعداء من أزواديين وإمبريزاريون للشعب أزواد والعسكر أزواد، هي الجزائر وفرنسا. ندور من الملك، ندور من الحكومة المغربية والمملكة الشريفة أن تتدخل في شؤون الأزواديين الأدارسة في أزواد، والعلويين في أزواد، والأمازيغ في أزواد، كل التوارق في أزواد جميعهم ثقافتهم. نريد المغرب أن تتدخل، ولا عندنا علاقة مع الجزائر التي تدمر الشعب أزواد والعسكر أزواد، صنعت كل الأعداء سواء من أزواديين وبريزاريون والجزائريين. مرحبا بك وسهلا. أخلاص بالنسبة يعني للقضية الأزوادية هذه، يعني النظام نتاع الجزائر ما دعمها من الستينات إلى اليوم، وما قدم لها يعني أي مساعدة. هو من سلم الزعيم زيد القطاهر إلى السلطات المالية سنة 63، وبعدين هو من سجن عند حمودا في التسعينات حتى توفي بدون محاكمة، والكثير من الزعماء قام باغتيالهم، ولا زال يعني ينفذ هذا النظام العسكري التعسفي الكثير من الاغتيالات في أرضنا، يعني هذا لا يزال مستمر. وخلاص لا يمكن للشعب الأزواري أن يسكت على هذه الجرائم طول حياته. أخلاص والسلام عليكم إن شاء الله، وهداك الله. على الأقل في شيء واحد بنوضح للناس اللي تدافع عن الجزائر. الجزائر لو كان تحمي حقوق بوليزاريو ولا حمد حقوق أهل دام الراسط وأهل عين قزام وأهل تمياوين وأهل ديم صواتن وأهل كل الجنوب، لو أنها تحمي حقوق أهل الصحراء لما قتلت بنته في بيته في عز النهار عام 1995، بحجة أنه من جنوب ما يدعم التوارق ويتكلم عن حقوق التوارق. الجزائر اللي كانها تدافع عن حقوق بوليزاريو لما قتلت أستاذ تحمودي عام 1997 في سجون، مات في سجون، مات مسموما في سجون الجزائر. الجزائر قتلت كل الشعب الجزائري، كل الناس الأبل، كل الناس اللي فيهم طعم في الشعب الطوارق الجزائري قتلتهم الجزائر. ليش؟ باش ما يعيشوا الطوارق، باش ما يكونوا الطوارق أحرار، باش ما يكونوا الطوارق ناس عندهم على الأقل فهم. وتقولوا لنا توا الجزائر تحمي حقوق بوليزاريو وكذا وكذا وكذا، هذا كله كذب. الجزائر دولة مصلحجية وماشية على المصلحة، لا تهم الأعراف ولا الأعراق ولا من ومن. تولد هي أصلا ليست جزائرية، هي أزوادية وشبيعة من السميد. نعم، الجزائر أصلا لم تكن تعيرهم اهتماما حتى أصبحت تخوف من قضية أزواد، حينها عرفت أن لديها توارق ولديها أنصابيين ولديها قبائل. يعني الجزائر، انظر إلى الجنوب الآن، ماذا في الجنوب رغم اتساعه ورغم كثرة ثرواته، ولكن تراوغهم عندما عرفت أن الأحرار قاموا، أحرار الطوارق قاموا الانتفاضة تحت الذل والقهر الذي تقوم به الجزائر، أصبحت تقسم الطوارق وتقول نحن يجب أن نعير اهتماما لطوارقنا وكذا والجنوب وما آخر ذلك والسياحة وهلم جرة. هذه أصلا كلامها ملقنة، أعطي لها مكان ربما دار من طين وسكنت فيها و بعض من الكلوات من السميد وشبعت ولقنوا هذه الكلمات لتقولها. هي أصلا لا تعرف شيء، هي جاهلة. الجزائر لولا أزواد لما أعطتكم أي اهتمام، وسكان الجنوب من أزواد وأكثريتهم من أزواد. من أين أنتم أصلا حتى تكونوا كذلك؟ أين أنتم أصلا؟
الجزائر أصبحت عملية الأفرق التي تقوم بها الجزائر، أصبح الجنوب كله من النيجر ومن لا أعرف من أين ينتمون. أين أنتم يا أي توارق أنتم وأي خزعبلات تتحدثين عنها؟ نعم، الجزائر إن كانت دولة تركي فلا تتركيها الأمة قبل الدولة. التوارق، أنت من المفروض أن تدافعي عن شعبك أولا، ونحن مسلمون كما لا تفرقون الحدود. لماذا أنت سياسية إلى هذه الدرجة وتدافعين عن الدولة بدل الشعب، رغم أن الدولة زائدة؟ هناك أولويات إن كنت لا تفهمين. نعم، أنا أدافع عن أمتي ثم أدافع عن دولتي، يعني أدافع عن دولتي حتى ولو دمرت وأبدت شعبي. أي منطق هذا الذي تقولينه؟ أي أين ستبقين حين يموت شعبك؟ أين؟ هل الجزائر ستعطيك؟ ستدمرك أنت أيضا. ما هي كيف الجزائر اللي تقول عنه تدعم أزوات، وهي اللي هي التي يعدون للأزواتين سواء العسكريين أو مدنيين، هي واللي تكسب، هي واللي كانت تقول عنه تدعم الشعب أزوات، هي واللي تهجر الشعب أزوات وتعدلها مجازر في أرض أزوات وخلاص. هي بقى المغرب، بقى المغرب درك نحن ندور وتدعمنا ماديا واقتصاديا وعسكريا. نحن درك واللي أبدينا علاقات مع المغرب، يلا لها تدعم قضيتنا. هي اللي المغرب عندها علاقات مع الدول الأفريقية كامل، الدول الأفريقية هم اللي ما فيهم واحدة ضد حكم الذاتي. والجزائر هي التي عندها ميليشيات داخل الحركات تقتال يوميا، أحد كامل ما يمشي على الطريق اللي تدور اتفاقات الجزائر الفاسدة، يا ما تدور كامل دور يتم اغتياله. هذه اللي المشكلة، الملف اللي نحن ندور المغرب تتدخل فيه. إن أنت تدخل فيه المغرب وملي إن شاء الله يدور، إن شاء الله هو يدور إن شاء الله وتنجح العملية. به اللي المغرب عندها علاقات عميقة مع الدول الفارقة. مرحبتي بك وسهلا. هو بعد ده يقول لك أنا بعد أزواد ما عنده رحمة، يقول لك أنا زائر اللي هي فرنسا، وفرنسا اللي هي زائر انت تحسبها مستقلة، زائر ما هي مستقلة، لا فرنسا هي اللي مازالت تتحكم فيها، لا هي اللي راهي تمير فيها من المرايب هما اللي ينصب لها، لا هي ما عندها وين تمي الشعب راهو كاتلك من الشر، لا هي منت هسه هي راهي تمير فيها منه وتمير فيها هاك، لا هي اللي مقعدتها للركيز هذاك، لا اللي باغي يثمها واللي باغي يخليه. فهموها والله خلوها فرنسا هي منت الجزائر منت هي اندلعت مباشرة في النظرية وحدية عنها، هي ضدها، وفي نفس الوقت نفس الداخل راه هي منت مدلع، لا اللي باغي يثمها واللي باغي يخليها معاه. هاي ديروها في بلادكم مليح. وزواد مولي ما هو جايب فيه فايدة كاملة، جايب العدو فيه، الشعب هذا يتعايط، ما هو جابر الخير فيه، جابر الله عنه يعطوك توكلوك ويقتلوك، يوكلوك ويقتلوك، هذا كل تواسيد جاي توكلوك وتقتلوك مع ذاك في نفس الوقت. عنها ما شاش تعلب الخير ذاك اللي في زواد دور تسرقها، دور تنهى بذيك البلاص، ذاك هو راهي مشعل النار بين الشعب ذاك، مشعل فيه النار في بعضها فمن ما خالق منظمة ما وديرتها فيه، لا هي الله يفرج علينا إن شاء الله الحق إن شاء الله، والله يبعد عنا هذا الشر، والله يشغلها في روحه إن شاء الله، اللي جاي باغي يجيب لنا دبلة الله يشغله في روحه إن شاء الله. ودائما ما تجبر شيء في مصلحة الروس إلا وتجد النظام الجزائري يدعمه. شوف سبحان الله، أي شيء تابع لروسيا وفرنسا، فرنسا هم اللي راهم معاها، راهم يقولك عنهم ضد فرنسا، راهم بيكذبوا. راه ذاك النهار مشاو العسكر ديال الجزائر، قال لهم ماكرون تمشوا لنا الصنادريه، العسكر راهو مشاو العسكر شاور مالي، علاش؟ باش تم يسرقوا ثروات مالي، وهي تقول لك مع حقوق الشعوب. نظام الجزائر يقول لك عنه مع حقوق الشعوب، وهما يدعموا سياسه فرنسا في مالي. تعرف علاه؟ قول لي علاش.
بها مالي فيها الازواد، والازواد مقلوعه منهم ترابهم في شمال في شمال مالي، وجزء منها حاكمته فرنسا ضمته الجزائر، كيف حازم مسعود هذا اللي في اللي في اللي في اللي في ليبيا، ماله ارض ليبيا، راهي دخلته فرنسا للجزائر، وتونس ملي جزء ملي من تونس، فهمت؟ غير المغرب راه وحده اللي يقارع النظام الجزائري، النظام الجزائري مو وحده، راه منين نقولوا النظام الجزائري معناها عندك راك 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 يتحارب روسيا واسبانيا وفرنسا والدول الاستعمارية به، هو نظام قواد، نظام وظيفي، دوره هو يعود 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 مثلا يلعب دور العصا في العجلة، فهمت درك بحالاش؟ يعني لا كان هذا النظام الجزائري وسط اوروبا والله ما نجح الاتحاد الاوروبي، والله ما نجحت به فيروس وسرطان.